وينضم إلينا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي. يعني بداية ما آخر الأخبار والمعلومات المتوفرة لديك حول هذا الهجوم الإسرائيلي؟ نعم مساء الخير. دعينا نقول بأن من المؤكد بأن هناك استهداف لمحيط مطار دمشق الدولي وكتيبة الدفاع الجوي في منطقة لطمير في ريف دمشق ومنطقة حمص أو تحديدا القسم الجنوب الغربي من محافظة حمص وسط سوريا. وأيضا كان هناك أصوات انفجارات على الحدود الإدارية بين محافظتي طرطوس وحمص أي في القسم الجنوبي من محافظة طرطوس. طبعا في مدينة حمص سيارات الإسعاف شوهدت وهي تنقل جرحى أو قتل الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي الذي تركز بشكل أساسي على مناطق تتواجد فيها قوات لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني أو مستودعات تابعة لهاتين القوتين، بالإضافة لاستهداف الدفاعات الجوية التي كانت تحاول التصدي للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها مثلما كل مرة، لكن الصواريخ أخرى وصلت إلى أهدافها. إذن رامي هنالك ضحايا؟ تحدثت عن ضحايا، هل هنالك من أعداد؟ نعم في حمص بشكل قطعي هناك خسائر بشرية، قد يكون هناك جرحى بحالات خطيرة، ولكن سيارات الإسعاف شهدت وهي تنقل الذين استهدفوا من القصف الإسرائيلي على منطقة حمص أي ريف حمص الجنوبي الغربي. وأيضا مثل ما ذكرنا هناك انفجارات وقعت على الحدود الإدارية ما بين محافظتي طرطوس وحمص. الدفاعات جوية انطلقت من عدة مناطق سورية، من ريف حماة الغربي، من ريف جبلة، من طرطوس، من حمص، من ريف دمشق، من دمشق. أي أن هناك استهداف إسرائيلي واسع، وهو الاستهداف الأول حقيقة الأمر بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. أي أن هناك يعني أسابيع توقفت فيها الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واليوم عادت هذه الغارات لتستهدف عدة مناطق من الأراضي السورية. إذن كنتم أصلا كمرصد سوري لحقوق الإنسان أحصيتم العام الماضي ب 39 ضربة إسرائيلية على استخلفت من خلالها إسرائيل ضربات تجاه سوريا. نعم يعني كان هناك استهداف بغارات إسرائيلية مكثفة، ولكن يعني مثل ما ذكرت على الحدث قبل نحو ساعة بأن إسرائيل قالت أنها هي سوف تستهدف المواقع الإيرانية كل 10 أيام وتستهدف الأراضي السورية وما إلى ذلك من كلام، وإذا به حزب الله يتواجد على الحدود مع الجولان المحتل يتواجد داخل الأراضي السورية. أي أن هناك على ما يبدو أن ترتيبات ما الأحيان تصدر سياسية وترد عسكريا. طيب رامي، هل هنالك من تصريح رسمي أو موقف رسمي سوري حتى الآن رسمي؟ الموقف الرسمي دائما صواريخ غارات إسرائيلية دفاعات الجوية تصدت ونحفظت بحق الرد، مثل عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية دون أي رد من النظام على إسرائيل ولو حتى في الجولان المحتل. نعم، طيب شكرا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.